السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اهلا وسهلا بكم احبتي الكرام في هذه المداخله والتي سوف نتحدث فيها عن احمد ويحيى وسبائك الذهب التي باعها ب 350 مليون دينار ووضعها في حسابه الشخصي هذا القليل من الكثير عن فساد الدولة هذا السر أخفاه يحيى وزعم في محاكمته بأن ذلك ربما يأثر على علاقات الجزائر مع دول خليجية أو دول صديقة كما ذكر يعني أن دول تعطي هدايا إلى وزير أول يخفيها ويروح يبيعها في السوق السوداء ويأخذ سواردها ويحطها في الكونت نتاعو على العلاقات مع الدول الصديقة هي ما اعطتها لك رشوة إلا إذا كان اعطتها لك رشوة من أجل أشياء أخرى في هذه الحالة الموضوع يتغير ولكن المعروف أن وزير أول ولا وزير ولا رئيس حكومة لما يزور أي دولة يتلقى هدايا والمعمول به أن الهدايا التي يتلقاها أي مسؤول في إطار المنصب منصب نتاعو راهي ملك للدولة روحوا تراه نحوسوا الآن على الهدايا الثمينة التي قدموها البوتفليقة وين راحت؟ وين اداوها وغيره من والوزير الاول سلال زار عده دول خليجيه وين راحت؟ نحن نعرف مثلا بعض الرؤساء عندما يغادرون الحكم ونذكر منصف المرزوقي عندما غادر الحكم الهدايا التي تلقاها منصبه كرئيس للدوله التونسيه قدمها الى اعطاها ملك للدوله. هذا وش يكشف؟ يكشف رانا كنا تحت عصابه اجراميه لدرجه ما تصورش وزير اول يعني انسان يوصل درجه انه يتعين وزير اول ووزير عده مرات ووزير حقيبه وزارية عده مرات بلغ اعلى المراتب ما بقالوش الا مرتب رئيس الدوله وكان طامع يكون رئيس الدوله وبعد ذلك يطمع في هديه يتلقاها بصفت بصفته الرسميه يتلقاها يروح يبيعها في سوق سوده ويحطها في الكونت نتاعه. هذه دوله هذه؟ اين الاجهزه الامنيه؟ هذا يحيلك أن المشكله ليست في 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 وش يسموه ويحيى فقط حتى المخابرات. وين راحت المخابرات؟ اللي وزيرها الاول يروح يتلقى في هدايا ويدي يبيعها في سوق سودة ويحطها في الكونت نتاعه ضربه، اما انها تدري وفي هذه الحالة توفيق من المفروض ما يخرج يقعد في الحبس وخاصة أنه أحمد ويحيى متاع توفيق وربما راه الآن كي خرج توفيق راهو يعمل على إخراج ويحيى من هذا الغرق اللي غرق فيه وين راح؟ من المفروض يحاكم هذه جريمة البسيطة هذه اللي حكاها ويحيى اللي هي لو قرن مش بسيطة هي كبيرة ولكن لو قارناها بجرائم أخرى ما زالت ما ظهرتش راهي الدل دلالة قاطعة على أن جهاز المخابرات متواطئ لأنه إذا ما كانش يعلم فهذه كارثة جهاز مخابرات دولة مثل الجزائر آئر وزير أول يدي يدي في هدايا ويبيعهم في السوق السوداء ما على بالهمش وفي حين أنها المخابرات في الكازرنات وكان عسكري مسكين يدير حوينيته فقط الخوه ولا حاجة يكون هيا أوكي هذه أكبر إدانة هذه القضية فقط هي إدانة لتوفيق وما خفي أعظم قلناها من قبل توفيق راه أخفى ملفات فساد كبيرة الكارثة التي حدثت أن توفيق لم تفتح له هذه الملفات لأنها لو فتحت هذه الملفات س... سأ... سأ... أنا نقولها لكم كل المسؤولين يروحوا للحبس ولكن أخفوها وفتحوا له غير الملف هذا تاع التآمر وحتى الملف تاع التآمر الأدلة اللي فيها درقوه وخرجوه الدار وأغلقوا الملف ولذلك ما حبوش يجيبوا بوتفليقة لو كان يجيبوا بوتفليقة بوتفليقة انتهى عمره كان يجيبوا بوتفليقة راح يجبد لهم ملفات ويهبطوهم للحبس ويفضحهم واحد واحد هيا بمناسبه هذه هيا تبون كان وزير كان وزير اول وكان وزير عده مرات ومشان الخارج وكذا وكذا هيا ظهرنا طرح الهدايا اللي كنت تدي فيهم وين يعني ان وصلنا الحال دوله وزراءها واعضاء حكوماتها يتلقوا هدايا من طرف زعماء دول ونظرائهم في دول اخرى بصفتهم الرسميه يسرقوها ويدوها ويبيعوها في السوق السوداء. ولا اجهزه تعمل. ولا أجهزة تعلم ولا أي شيء. تعرفوا هذه القضية راهي فضحة الدولة الجزائرية فضحة كبيرة. وأنا أدرك بأنه ويحيى ما خرجهاش عفويًا هكذا. ويحيى درك بأنه غرق وأن الناس اللي حاكمين الآن السلطة تخلوا عليه وغرقوه وحتى أنه أنه ما بقالوش أمل أنه يعود فأراد بهذه أنه يفتح قرصة أذن. قرصة أذن فقط وما زال عنده الكثير مرة أخرى ربما سيحدثهم عن الهدايا الأخرى التي تلقاها مسؤولون آخرون مازال بينهم اللي في مهامه وتم بيعها في السوق وربما باعوها في الدول اللي تلقوها فيها قبل ما يغادروا هذه كارثة حقيقية وتتنقلها الصحافة عادي هذه مش فضيحة لأويحيى ويحيى راه في السجن وراه يتلقى راه يحاكم فضيحه للجهاز الاجهزه الامنيه اين كنتم اذا كان وزير اول ما تعلموش به كانوا في مرحله معينه والله الوزير عندما يغادر كلاب دي بان كان كانوا على بالهم وقت خرج وقتها دخلوا وتابعوا فيه انا اجزم لكم بان الاجهزه الامنيه على علم بهذا الامر ولكن راه الامر يتعلق بيحيى ويحيى راه رجل توفيق في الجهاز حتى نهار لي تمت إقالة توفيق وقالوا له روح للتقاعد خبروا ويحيى ويحيى اللي اتصل به ويحيى كان عنده اتصال مباشر مع توفيق كان يروح له المكتب وكان يتلقوا في نادي الصنوبر مع بعضهم كان يسهروا مع بعضهم كان موفر له حماية وكان مجاش القايد صالح ضربها ضربها وكسرها كسرها دخل توفيق وزاد دخل ويحيى وكذا والله ما يقدر واحد يدخله الحبس بعد مهما دار وما زالت ملفات أخرى إذا آه إذا إخواني الكرام، أنه هذا وش يدل يدل على أنه الدولة كانت ممسوخة، الدولة كانت في وضع كارثي بمعنى الكلمة، أن الدولة كانت في تنهب تنهب في, في وضح النهار، الدولة الآن محتاجة إلى عدالة إنتقالية، محتاجة إلى جهاز خاص لكشف كل ما أطال المال العام في حكم بوتفليقة كله جهاز مستقل لا يخضع للرئيس ولا يخضع حتى الجهة مستقله السيادة المطلقة لكشف الفساد لأنه يا جماعة الجزائر غرقت الفساد لدرجة ما تصورهاش كنقولوا ألف مليار برك فقط اللي دخلت الخزانة العمومية في عهد بوتفليقة ألف مليار دولار راهي تعيد بناء إفريقيا راهي تحول الجزائر الى فردوس في هذه الدنيا راهي الجزائر تحولها العاصمه هذيك تحولها خير من, من من كبرى العواصم في العالم خاصه ان الحديث يتحدث على اكثر من 1500 مليار دولار لأن الغاز ولا يوم حدثتنا الدوله على مداخيل الغاز دائما يتحدثوا غير عن البترول ولكن الغاز مخفيين الجزائر دخلت خزانتها الاموال الطائله وين راحت هذه الأموال؟ وين راحت؟ الجزائر وراحت تمسح في الديون على الدول وأنا أجزم لكم روحوا حققوا في الديون الذي الديون اللي تم مسحها وبإعاز مش من بوتفليقة بوتفليقة كان ما يدريش بالسعيد ويحيى وحداد والجماعة هذم راهي وراها صفقات راحت الحسابهم وهناك معلومات تتحدث ربما أقول ربما أن هذه الأموال تم شطبها وجزء منها تلك الدول حولتها ربما إلى حسابات بعض الأشخاص المسؤولين في الخارج فتشوا حققوا العلاقات الجزائرية مع إيران أن راه سببها ليس إيديولوجي كما يظن الناس ولا هو تخندق في محور ما يسمى المقاومة والممانعة كما يدعي الناس لا توجد دولة بنوكها تقوم بتبييض الأموال مثل إيران، لذلك المسؤولين الجزائريين جعلوا عندهم علاقات قوية مع إيران، ويستعملوا في البنوك الإيرانية لتبييض الأموال، تحول الأموال من الجزائر وتؤخذ حتى في حقائب في الطائرة، تودع في بنوك إيرانية، ومن بنوك إيرانية في ذلك الوقت تحول إلى بعض الدول، تحول إلى دول دول في القاره الامريكيه تتحول الى سوريا تتحول الى العراق تتحول الى بعض الدول المواليه لها ومن هناك يصير أخطبوط وتوزع توزع حتى تذهب الى حسابات في اوروبا وفي دول اخرى هذا هو السبب لذلك من المفروض الدوله الجزائريه تحتاج الى لجنه ل التحقيق لجنه شامله مستقله اذا كان الرئيس وحكام الجيش الان يهيمنوا على عن الجيش عندهم حقيقه نيه في مكافحه الفساد خليهم يشكلوا لجنه تحقيق مستقله فيها ناس مختصين في القضاء مختصين في في, في الشفافيه مختصين في, في في حقوق الانسان مختصين في كل الجوانب ويبحثوا في الاقتصاد والماليه طبعا هذا اول شيء ويبحثوا في كل ما حدث في عشريتين من حكم بوتفليقة هل يعقل أن عشريتين من حكم بوتفليقة إيقى في هذا الفساد تطوى بهذه الطريقة كأنه يختزل الأمر في يحيى وسلاله وغول وغول فقدت ويمسحوا فيهم الموس ينتهي الامر الامر اكبر من هذا هذا راه غيض من فيض هذه راهي قطره من بحر الفساد الذي طم وعم في الجزائر لذلك الجزائر تحتاج الى لجنه تحقيق حقيقيه ها هو وزير النقل ليزهرهاني هاني تمت اقالته اقالته من طرف رئيس الجمهوريه هي إيه بسبب انه فيه ملف تاع فساد وكذا وكذا رغم انه هذا الرجل عمره 73 سنه يعني راه تجاوز السبعين راه كبر هذه هي الشباب اللي يعين فيهم تبون يقول راني جاي باش نسلم المشعل للشباب حتى الجنرال اللي عينوه قائد البحريه هي بالنيابه روحوا اسالوا كم في عمره هذه هذا هذا هم, هم للشباب وهذا هو تشبيب المؤسسات اللي اللي اعد به تبون في حملته الانتخابيه هي وبعدين في الواقع كيف راه صاير وايضا تحدثوا عن اقاله مسؤول في في الخطوط الجويه الجزائريه الخطوط الجويه الجزائريه هي اسوا خطوط فيها دول افريقيه كانت فيها مجاعه عندها خطوطها الجويه محترمه خير من الجزائر روحوا شوفوا شوفوا مكاتب الخطوط الجوية في العالم غير بنت فلان وولد فلان اللي بالمعرفة إيفا وليسوا حتى إطارات وليس عندهم تجربة تجربة ولد فلان راه في في إسبانيا بنت فلان راهي موجودة في مكتب في باريس وغيره 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 وغير وغير كلهم ابناء المسؤولين ولو تشوفوا لما يروحوا الجزائريين إن الشباب اغلبيتهم يحجزوا عبر الانترنت وكذا او عبر مكاتب عن بعد ولكن الشياب من ساكن المهاجرين اللي ما, ما هم قريين ما ما عندهم معرفه بالانترنت كيروحوا كي يحجزوا والله يعاملون بوحد المعامله ما تقدروا تصوروها من حجم الاهانه اللي موجوده فيها وانا اللي شفتها بعيني شفتها بعيني بالمعرفه وكيفاش القوالب اللي يديروا فيها غير ولاد تهدر مع واحد رايح يقلب عليك الدنيا يقول لك اسكت ما تعرفنيش انا وشكون واش نكون ايضا في السفارات والقنصليات الا ابناء المسؤولين إن وبناتهم بناتهم فقط اللي يعينون وباوامر فوقيه ويجوا يبدوا يتعنتروا على ابناء الشعب الجزائري وما الى ذلك الفساد في الجزائر دولة فاسدة عشريتين تم فيها إيها إيها, إيها إفلاس الدولة وتضييع أكثر من ألف مليار راحت هباء منثورا ما تتشكلش حتى لجنة للتحقيق في الفساد كان أول قرار يستعمل يقوم به رئيس الجمهورية هي لما يتولى منصبه هو إعلان تشكيل لجنة تحقيق مستقلة وفيها خيرة أبناء الجزائر المعروفين بنزهتهم ليحققوا في كل ملفات يروحوا للأجهزة الأمنية يأخذوا كل الملفات اللي عند الدياراس واللي عند الدرك الوطني واللي عند الشرطة واللي عند واللي موجودة في, في, في الوزارات ويحدث تحقيق شامل وكامل على مستوى البلديات وعلى مستوى الدوائر ويكون هذه اللجنة عندها فروع على كل المستويات ويجري التحقيق وبعد ذلك الخروج بتقرير شامل يقدم للعدالة والعدالة تضرب من يد من حديد أما هذه هذه التي خاضعة إلى أمور مزاجية روح المسؤول الفلاني عندي مع حسابات اديه للحبس المسؤول الآخر عنده مشكلة مع جهات معينة افتح له ملف فساد هو حقيقة هذه الملفات موجودة ولكن يجري استغلالها فقط من أجل تصفية الحسابات إذن الجزائر بحاجه الى ثوره قضائيه حقيقيه في مجال مكافحه الفساد، بهذه الطريقه هي مجرد ذر في الرماد او ذر رماد في العيون من اجل تصفيه جهه فاسده وحمايه جهات اخرى فاسده ما زال لديها النفوذ، لذلك النظام ضحى باطراف من اجل حمايه اطراف اخرى، وهذا لن يعود اصلا بالفائده على الدوله الجزائريه ولن يعود بالفائده على البلاد ولا على العباد ولن تعود الاموال التي نهبت الى الخزانه العموميه بل سيتضرر الاقتصاد الجزائري اكثر واكثر في ظل العمله التي تنهار بطريقه مخزيه للغايه وتهدد مستقبل الاقتصاد المبني للاسف على الريع ولا توجد رؤيه اقتصاديه ناضجه ولا يمكن أن ينجح اقتصاد في ظل دولة عشعش فيها الفساد إذا أردتم أن تنطلقوا بدولة حقيقية دولة مؤسسات جزائر جديدة يجب أن تصفوا الملفات السوداء يجب أن تتطهر البلاد من رجس الفساد الذي جوع العباد وأفقرهم وهذا لن يتحقق بهذه الطريقة التي تعتبر مسخرة حقيقية لا تقدم ولا تؤخر شيئا الحديث طويل في هذا الجانب ألقاكم بإذن الله تعالى في مداخلة أخرى لإلقاء الضوء على جوانب أخرى أيضا إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله